حل رموز اللغة المصرية القديمة. فضلت اللغة المصرية القديمة سر من الأسرار حوالي 1400 سنة، لحد ما جه شامبليون سنة 1822 وكشف أسرارها بحله للرموز الهيروغليفية. لكن لغة القوم نفسها ما اتمحتش من البلاد خلال الفترة دي، لكن فضلت في شكل تاني هو اللغة القبطية، وده لأن الهيروغليفي من فتح الإسكندر الأكبر لمصر قعد يكتب علاوة على كتابته بالإشارات المصرية بحروف إغريقية بعد ما ضافوا له 7 حروف ديموطيقية ما كانش لها مثيل في اللغة اليونانية. ومن العهد ده بقى يطلق على اللغة المصرية القديمة اللغة القبطية، يعني المصرية. وكانت الكتابات المتداولة في البلاد على شكل على 3 أشكال مختلفة لأواخر عهد الرومان في مصر، هي الكتابة الهيروغليفية يعني الكتابة التقليدية للبلاد، وبعدين الكتابة الإغريقية، بعدين الكتابة القبطية. واختفت الكتابة الهيروغليفية في أواخر القرن الرابع الميلادي باختفاء الوثنية من البلاد، وما عادتش هي كتابة الناس. أما اللغة الإغريقية فاتقضى على التداول بتاعها بعد الفتح العربي مباشرة، بينما فضلت الكتابة القبطية لغة الناس في بعض أماكن في الوجه القبلي في الصلوات والعبادات والمدارس لحد أواخر القرن ال17، بعدين انحصرت بعد كده في الصلوات الدينية اللي هي محصنة بها إلى هذا اليوم، وما بيجيتش معرفتها إلا عدد قليل من الناس نسبيا. ومن الوقت ده بنشوف ان اللغة القبطية هي لغة من هي لهجة من اللغة المصرية، حفظت لنا مكتوبة بحروف يونانية وليها أجرومية وقاموس باللغة العربية وباللغة اليونانية. وفي أواسط القرن ال17 فهم الأب اليسوعي كيرشر أن اللغة القبطية بتحفظ في ثناياها اللغة المصرية القديمة مكتوبة بحروف يونانية، وقعد يقوم ببحوث علمية في اللغة دي. لكن لما حب أنه يرجع باللغة القبطية للغة المصرية عمره ما نجح يعني، وتساءل عن اللغة المصرية هل هي حروف ولا أصوات ولا معاني وإزاي ممكن تتقري. لكن ما وصلناش من الأقدمين عن اللغة المصرية إلا تعريف نادرة غامضة، والاسم نفسه هيروغليفي ينبئ عن الغموض يعني، لأن معناه الكتابة المقدسة زي ما قال هيرودوت وديودور. ذكر كليمنت الإسكندري اللي عاش في أواخر القرن الثاني الميلادي انه شاف بعض القوم يتكلموا اللغه المصريه ويكتبونها بالهيروغليفيه، وبلغنا هيرودوت ومن بعده ديودور انه في مصر نوعين من الكتابه، واحد منهم هي الكتابه المقدسه وما يعرفهاش الا الكهنه، والتاني هو الديموطيقيه يعني لغه عامه الناس. ولكن تفسير الكتابات دي فضل سر غامض الى ان يعني كشف صدفه احد جنود نابليون حجر رشيد سنة 1799. واللي حصل ان الحملة الفرنسية اللي قادها نابليون لوادي النيل ما كانش غرضها الوحيد هو الاحتلال العسكري، لكن كمان كانت عشان بحوث علمية خاصة بالمدنية المصرية، وجاءت معاه طائفة من اهل العلم وساعدهم الحظ انهم كشفوا صدفة او ان احد ضباط المدفعية اسمه بوشار او بوسار كشف صدفة في أغسطس 1799 أثناء الحفر في قلعة رشيد عن قطعة من حجر البازلت منقوشة ب3 كتابات مختلفة. كانت الثالثة بتاعتهم اللي هي الكتابة السفلية بالنسبة للحجر مكتوبة باللغة الإغريقية، وعبارة الكتابة مرسوم ملكي أصدره بطليموس الخامس سنة 196 ميلادية. ذكر في النص الإغريقي أنه نفس المتن المكتوب بالكتابتين الأخرتين الأخريتين اللي هما الهيروغليفي الكتابة المقدسة والديموطيقي كتابة الشعب. ومن هنا نشوف أن حجر رشيد كان مكتوب بكتابتين مصريين كتابتين مصريتين يعني، وبكده يحتوي على مفتاح السر للكتابة الهيروغليفية، لأن معاني كل الكلمات المنقوشة على الحجر ده موجودة في النص الإغريقي. وأول واحد حاول يفك رموز هذا الحجر هو سيلفستر دي ساسي سنة 1802، وكان عالم باللغة العربية، وكانت محاولته منصبة على قسم ديموطيقي ظنا منه يعني عشان تشابه هذا الخط بالكتابة العربية الرقعة،
فاعتقد بوجود علاقة بينهم. لكن جهوده يعني هو و أكل بلاد ما نجحتش في إنها تعرف خرطوشة بطليموس. سنة 1814 حاول دكتور توماس يانج الإنجليزي إنه يحل رموز اللغة دي من النص الهيروغليفي، وكان عارف من جهود اللي قبله إن الأسماء الملكية زي بطليموس لازم تكون محطوطة جوه خراطيش، وعلى كده رتب العلامات اللي اتولقت في الخراطيش كحروف تمثل لفظ بطليموس، وتوصل فعلا لمعرفة مجموعة من الحروف اللي تكون اسم بطليموس، لكن ما قدرش انه يتعرف على الحروف الصوتية بالضبط اللي بتكون هذا الاسم. عشان كده لما حاب انه يطبق الحروف الابجدية اللي استخلصها خطأ، ما قدرش انه يوصل لأي كلمة قبطية ليها نطق مماثل. في الوقت ده كان اللي كان فيه دكتور توماس يانج بيشتغل بالموضوع ده، كان في شاب في مقتبل عمره اسمه جان فرانسوا شامبليون، عايش من 1790 ل 1832، كان بيدرس علم التاريخ في جامعة جرينوبل، وأخذ على عاتقه حل رموز اللغة دي، وكان مغرم منذ نعومة أظافره بالتاريخ المصري القديم، وتعلم كل اللي سابه لنا السلف من العصور القديمة عن هذه اللغة واللغة القبطية كمان. وكان بيعرف عدة لغات ومنها اليونانية، وعرف من أعمال عرف من أعمال ديساسي والدكتور يانج إن أسماء الأعلام الإغريقية مفروض تكتب بحروف أبجدية مصرية، وعلى هذه القاعدة بنى أبحاثه أو أساس أبحاثه اللي قعدت تمشي في طريق النجاح من سنة 1821. أول عمل قام بيه شامبليون في المجال ده إنه بحث موضوع اختلاف الكتابات المصرية القديمة، وبرهن إن الكتابة الهيراتيقية هي اختصار للكتابة الهيروغليفية، وعلى كده تبقى الكتابة المصرية القديمة واحدة، غير إنها بتكتب بثلاثة أشكال زي اللغة العربية كده، تكتب مثلا بالرقعة والنسخ والثلث، وعلى ذلك لازم يبقى يوجد في الكتابة الهيروغليفية زي ما في الديمقراطية إشارات ليها قيمة صوتية وأبجدية. لاحظ شامبليون كمان من جهة من ناحية تانية يعني انه لما بيحسب الاشارات الهيروغليفية على حجر رشيد لقى انها اكتر في عددها من كلمات المتن الاغريقي المقابل، يعني هو كان بيعرف يوناني زي ما قلنا، وعلى كده استخلص ان كل اشارة هيروغليفية ما تمثلش فكرة ولا تمثل كلمة. وعلى الاساس ده ابتدى شامبليون في بحث خراطيش حجر رشيد مرة تانية. سنة 1822 وصلت له نسخة لخرطوشين جداد اتناقشوا على مسلة صغيرة اتلقت في فيلة، وكان مكتوب على قاعدة المسلة دي تقدمها باللغة الإغريقية لبطليموس وكليوباترا، وبرهن شامبليون ان الخرطوش الاول من الخرطوشين دول هو البطليموس لانه يشبه تماما خرطوش حجر رشيد، والتاني مفروض يتقري كليوباترا، وده عشان في خمس حروف مشتركة في كلا من الاسمين، هي البي والت واللام والواو والياء ما بين كليوباترا وبطليموس. طيب الواقع انه هناك خمس اشارات متشابهه في كل في موضعها يعني المنطقي في كلا الاسمين الهيروغليفيين، ومن ناحيه تانية ما بنلاقيش حرف السين في اسم الملكه، في حين انه يوجد فيه اشارات جديده هي القاف والالف والراء ولا توجد في الملك بطليموس. الخلاصه بما انه في اشارات متشابهه في الاسمين دول، ويعتبر في كل منهم بتعبر عن كل منهما عن نفس الصوت، فلا بد ان في تكون حروف صوتيه محضه. وفضل شامبليون شويه اسابيع كده يطبق الحروف الابجديه اللي لقاها على كل اسماء البطالسه والقياصره اللي كانت موجوده في كتاب وصف مصر اللي حطته الحمله الفرنسيه، فتوصل لقرايه 79 خرطوش جديد، وصل في خلال قرايتها الى معرفه حروف ابجديه جديده، وبكده أمكنه أنه يعمل جدول بالحروف الأبجدية الصوتية، وأثبت النتيجة الباهرة دي في خطاب بعته لداسييه أمين السر الدائم للمجمع العلمي الفرنسي في 27 سبتمبر 1822، وفيه أعلن أنه يمكن قراءة الخراطيش الهيروغليفية. لكن في اللحظة دي ما كانش تمكن إلا من قراءة اسم الملوك الإغريق وقياصرة الرومان، ودلوقتي ازاي يقدر انه يحل رموز الكتابة في العصر الفرعوني وهي اللي بتحتوي على نفس العناصر الصوتية.
هو كان أعلن في الخطاب بتاعه بأنه واثق من نجاح قريب رايد خراطيش الفراعنة زي ما أرى خراطيش البطالمة والقياصرة. الواقع أن شامبليون وصلته نسخة من خراطيش مصدرها معبد أقدم من المعابد الإغريقية، تعرف في أحد الخراطيش في نهاية الاسم على الأشرتين المقوسين اللي هم علامة السين، وكل منهم بيمثل الحرف الأخير من اسم بطليموس الموجود على حجر رشيد، فأراهم سين وسين. وفي أول الخرطوش بنشوف القرص المدور اللي هو على كان بيرمز للشمس، وبيقرأ في المتون الإغريقية والقبطية بلفظ رع. أما الإشارة المتوسطة اللي هي علامة ميس، فشافها شامبليون على حجر رشيد زي ما هي مكتوبة ومطبوعة بحرف سين، وتقابل في الإغريقية يوم الولادة للملك، فاستنتج إن الكلمة دي مهياش حرف أبجدي، لكن تقابل الكلمة القبطية ميس بمعنى يلد أو ميس أي طفل. فرتب شامبليون العناصر دي مع بعض فأصبحت رعمسيس. وذكر الاسم ده مانيتون وتاسيت على إنه بالرغم من كده ما تمكنش من قراءة الاسم بس، لكن فهم كمان معناه وترجمه، فعلى حسب القبطية معناه مولود رع أو رع يلده أو ابن رع. وثبت تثبت يعني من طريقته في الحال بقراءة الخرطوش الثاني، لأنه لقى فيه إن الطائر إيبس كان بيرمز لإله تحوت، وعلى كده يجب أن يقرأ الخرطوش الثاني تحوت مس أو تحوت مسس يعني مس. وبالواقع ان مانيتون ذكر لنا اسم الفرعون تحتمس، وعلى حسب القبطية يفسر تحوت معناه يعني تحوت يلده يعني ابن تحوت يعني برضو تحوتي مس. ومن الوقت ده فطنت عبقرية شامبليون، لان الكتابة اللي على الاثار الفرعونية قبل العصر الاغريقي الروماني ما كانتش حروف ابجدية محضة زي ما في خراطيش بطليموس وكليوباترا، وبعدين انها ما كانتش اشارات رمزية فحسب زي ما كان بيعتقد الناس قبل كده، لكن في الواقع كان بتحتوي على 1 إشارات رمزية أو تصويرية زي رع وتحوت، و2 إشارات صوتية قد تكون أحيانا مركبة من مقطع زي مس، وأحيانا من حروف أبجدية زي سين. والحقيقة إن الخطأ اللي وقع فيه أسلاف شامبليون واللي كان هو نفسه بيشاركهم فيه لحد يوم ما وصل للحقيقة دي، هو اعتقادهم بأن الكتابة الهيروغليفية أحيانا تصويرية بأجمعها أو صوتية على بعضها كلها. ولكن الواقع ان نظام الكتابة هو زي ما شفنا نظام مركب، يعني كتابة تصويرية ورمزية وصوتية، وبنشوف ده في جملة واحدة بل في كلمة واحدة احيانا زي ما شفنا قبل كده وشرحنا قبل كده. بعد كده تقدم شامبليون في حل رموز فضرب فيها بسهم صائب يعني زي ما بنقول، وحط لها قاموس وأجرومية، وجي لمصر وقام فيها بسياحة علمية، وحط مؤلف جمع فيه كتير من النقوش المصرية سماه آثار مصر وبلاد النوبة. ولما رجع لبلاده اتعين أستاذ لكرسي الآثار المصرية، وأنشئ له خصيصا في كلية في فرنسا، ولكن كان قد أنهكه التعب في الأعوام الـ10 الأخيرة لأداء في البحث المضني، وده قضى على صحته، فمات في 4 مارس 1832، وهو سايب وراء للخلف من الباحثين أجروميته والقاموس بتاعه في اللغة المصرية القديمة. وبعد ما حط شامبليون النواة الأساسية لحل رموز اللغة، جه بعده علماء من مختلف الجنسيات تقدموا كثيرا في دراسة اللغة وعلم الآثار، وما وقفوش عند حد دراسة الظاهر منها، لكن قاموا بحفاير كشفت عن كثير من النقوش والآثار الجنائزية، مما ساعد في فهم عصور التاريخ وحضارة المصريين. ولسه الجهود دي رغم مضي أكثر من قرن عليها بتتقدم من يوم ليوم، وما زالت هذه الحفائر والأبحاث تطلعنا كل يوم بمعلومات جديدة بتزود في معرفتنا عن تاريخ مصر، وبتثير الكثير بتنور الكثير من عصورنا الغامضة، كما أنه من شأنها أنها تصحح الكثير من الأخطاء والنظريات اللي جه بيها العلماء السابقون. ودلوقتي نبص بصة سريعة كده على جهود العلماء من مختلف الجنسيات اللي كانت لأبحاثهم وعملهم أثر ممتاز في تقدم علم الآثار المصرية. 1 الفرنسويين، ظهر بعد شامبليون العالم أمانويل ديروجي، وقام بنقل الكثير من النقوش، وبدأ في وضع بحث منظم عن تاريخ مصر أساسه نقوش أثرها
بعدين حط كمان مؤلف قيم عن جغرافية الوجه البحري. وفي أيامه ظهر العالم العظيم مارييتا اللي يرجع إليه الفضل في تأسيس المتحف المصري ومصلحة الآثار المصرية سنة 1857. وكان أول من قام بحفايل على نمط كبير وكشف عن المعابد والجبانات. وكان من أهم مراكز أبحاثه منطقة سقارة، كان أول مكتشف لمقابر العجل أبيس فيها اللي هي معروفة بالسرابيوم، وكتير من مقابر الدولة القديمة. وكان العلماء الفرنسيين في الوقت ده نشاط كبير، فظهر منهم كتار، يعني ناس كتار ظهروا، وأسس إلى جانب مصلحة الآثار المصرية المعهد الفرنسي للعاديات الشرقية ومقر القاهرة. وقام المعهد منذ إنشائه بطبع الكثير من الأبحاث الثمينة ونتائج حفايره المستمرة في كثير من جهات مصر. ولعل أبرز هؤلاء العلماء أيضا هو الملحوم جان ماسبيرو اللي تولى إدارة مصلحة الآثار المصرية مرتين، وخلف لنا المئات من أبحاثه في اللغة والآثار وخاصة في منطقة سقارة. فتح بعض أهرام ملوك الأسرتين 5 و6، ووجد جدران حجرات الدفن فيها مغطاة بنقوش نصوص ونقوش دينية هي المعروفة باسم متون الأهرام أو نصوص الأهرام، وهيجي ذكرها في مكان تاني. وجي بعده كتير من العلماء الفرنسويين زي لوريه ودومرجان ولاكو وموريه وشاسينا. بعدين اتنين الألمان، ثانيا الألمان. أول من ظهر من علماء الألمان وقام بعمل عظيم هو ريتشارد لابسيس اللي جه لمصر على رأس بعثة من عام 1842 ل 1845 عشان يدرس أثرها على نفقة ملك بروسيا في الوقت ده. وقامت البعثة بدراسة أثار مصر والنوبة دراسة علمية منظمة، وما اكتفتش بنقل النقوش فقط لكن استلزمت أبحاثها عمل الكتير من الحفاير في مصر والنوبة. وظهرت نتيجة أبحاثها في المؤلف الخالد المعروف باسم ليبسيوس دانك ميلر، واتطبع سنة 1849 في 12 جزء، ولسه لحد دلوقتي مرجع لكل مشتغل بالآثار. بعد ليبسيوس تألق نجم عالم آخر هو هنري بروكش اللي نجح عام 1849 في قراءة الكتابة الديموطيقية. بعد ليبسيوس وعمله اللي هو ليبسيوس دينكل ميلر ظهر قلنا هنري بروكش اللي نجح سنة 1849 في قراءة الكتابة الديموطيقية، وفاق معظم العلماء في ذكائه ونشاطه، ويستحق انه يوضع في صف الشامبليون في مقدار انتاجه. ووضع قاموس للغة المصرية القديمة وقاموس تاني لجغرافية مصر واجرومية للديموطيقية. وجه بعده سنة 1878 ادولف ارمن العالم أدولف أرمن، وكان أكبر عمل له إنه حط أجرومية للغة المصرية القديمة، وكمان لكل ما أمكن من المتون المصرية القديمة، واستعان ببعض التلاميذ بتوعه في ترجمتها، واستخلص منها قاموس للغة المصرية، وكمان كتب مؤلف قيم عن الحياة المصرية يعد من أحسن ما أخرج للناس في الموضوع ده. وتخرج على إيده عدد من العلماء لهم شهرة عالمية، نخص بالذكر منهم مثلا الأستاذ شتندروف اللي وضع أجرومية للغة القبطية، والأستاذ زيتا اللي جمع متون الأهرام وترجمها، وأصبح بكده العمدة الوحيد في كل العالم في تفسيرها يعني. والأستاذ يونكر اللي يمتاز بمعرفة المتون المصرية في كل عصرها، معرفة ما بيدرعهوش فيها حد، واختص في عصر البطالمة لحد ما أصبح هو المرجع الوحيد فيه. وطبعا الاستاذ شبيجلبرج اللي اختص بالديموطيقية، والاستاذ شيفر وهو من احسن العلماء في علم الاثار والفن المصري. ثالثا الانجليز، قام العلماء الانجليز بقصة وافر في النهوض باللغة المصرية القديمة واثارها، نخص بالذكر منهم العالم بيرش ويلكنسون صاحب كتاب العادات والاخلاق في مصر القديمة، ثم الاستاذ جريفث صاحب التأليف المتعددة، يعني المؤلفات المعددة في الديموطيقية وتراجم المتون المصرية القديمة، والأستاذ جاردنر اللي حط كتاب في أجرومية اللغة المصرية القديمة، يعتبر أكبر عمدة الآن في هذا الباب، يعني أكبر كتاب متخصص في جرامر الهيروغليفي. وكمان ساعد بأبحاثه العدة على تقدم قراءة الخط الهيراتيقي، والأستاذ جان اللي حط كتاب قيم فيه إعراب اللغة المصرية القديمة،
واخيرا الاستاذ نيوبري، وله ابحاث دقيقه في علم الاثار. وبجانب العلماء دول ظهر علماء اخرين من جنسيات اخرى ساعدوا على النهوض بهذه اللغه، منهم الاستاذ مثلا جان شيف الروسي صاحب الابحاث العده في اللغه وترجم كتير من المتون المصريه، ورايزنر الامريكي اللي قام بحفائر منظمه في مصر وبلاد النوبه من 1903، ولحد دلوقتي لا يزال يعني لحد وقت تاريخ كتابه سليم حسن لكتابه للموسوعة بتاعته كان بينقب في منطقة الجيزة غربي الهرم الأكبر، ومن أهم مؤلفاته كتابه عن منكاورع بني الهرم الثالث. أما أكبر عالم خدم التاريخ المصري القديم فهو الأستاذ بريستد اللي جمع كل المتون التاريخية واستخلص منها تاريخ لمصر، يعتبر رغم قدمه من أكبر المراجع في التاريخ المصري القديم لحد الفتح الفارسي. أما المصريين فمأموش بدراسة لغة بلادهم وأثرها إلا من عهد قريب، وعلى رأسهم المرحوم أحمد باشا كمال اللي ألف عدة كتب بالفرنساوي والعربي، ثم جاءت النهضة الحديثة المصرية الحديثة، وقام بعض أبنائها بالحفر والتنقيب ووضع بعض الكتب، وأسس في مصر معهد لدراسة الآثار المصرية بالجامعة منذ 10 سنوات، وينتظر منه خير كثير. وبعتت البعثات لدراسة اللغة المصرية، والأمل كله معقود على الشبان المصريين دول في النهوض بأثرهم أثر بلادهم وإخراج المؤلفات عنها وإظهار عظمة مصر ومجدها القديم، وهم أولى الناس بهذا الشرف العظيم. وطبعا يعد سليم حسن نفسه كاتب الموسوعة من العلماء اللي كانوا لهم صدد كبير، وطبعا برضو العالم الكبير بكير وجرجس متى، ومرورا بكثير من علماء المصريات العرب والمصريين أخيرا، وعلى رأسهم أخيرا الأستاذ الدكتور الفاضل عبد الحليم نور الدين.